من الحاجات المهمة جدا 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 بعد ما خلاص خلصنا فهمنا للإندستري، فهمنا إزاي الإندستري شغالة، الكاتيجوريز اللي فيها، طبيعة الشغل، أهم الأخطاء اللي بنقع فيها، البيزنس اللي بيقوم فيها لازم يكون بيعتمد على إيه، الأساليب بتاعة الأناليسيس بتاعة الماركت والكومبيتيتورز والماركت شير بنعرفه ازاي، حساب الميزانية التسويقية، وعرفنا بعض التكنيكس البسيطة. دلوقتي خلاص معانا اناليسيس، معانا القنوات اللي نقدر ان احنا نعرف بيها شغلنا، معانا كل الارقام اللي نقدر بيها نشتغل بشكل عملي. دلوقتي جه دور الماركتنج استراتيجي، او جه دور الاستراتيجي اللي لازم نبنيها علشان نشتغل عليها بشكل صحيح، ونبني استراتيجية للتسويق بتاعنا علشان تكون ايه مظبوط. طب دلوقتي الماركت استراتيجي، المفروض الماركتنج استراتيجي عبارة عن ايه، او يعني ايه ماركتنج استراتيجي؟ ماركتنج استراتيجي هنا بنتكلم على الجزء بتاع الطريقة اللي هتلعب بيها في السوق. تعالى كده مثلا نتخيل ان انت، المثال اللي دايما بحب اقوله جدا، ان انت كوتش في ملعب كرة قدم، كوتش في ملعب كرة قدم. أنت دلوقتي عندك مباراة مهمة جدا جدا، تمام؟ ولنفترض إيه المعطيات بتاعتنا اللي بنتكلم فيها، إن إحنا عندنا والله المفروض في المعطيات بتاعتنا هنتكلم على أسلوب مهم جدا جدا، إن أنت عندك المباراة دي يا غالب يا مغلوب، لازم تكسب في المباراة دي، مش هينفع ان انت تعديها من غير مكسب. طب تعالى كده نحط المعطيات بتاعتنا ونشوف المفروض هنشتغل عليها ازاي. والله تعالى كده نفهم الاستراتيجي بطريقة، انت دلوقتي عندك الملعب، الملعب ده بيساوي ايه؟ تعالى كده نكبر عشان الصورة بالنسبة لك تكون واضحة. تعالى كده هنقول مثلا الملعب، حلو، الملعب ده هو بيساوي، تمام، ايه السوق، حلو. طيب عندك السوق، خلاص هو الملعب، حلو. طب عندك بقى دلوقتي العملاء، تمام، او عندك الجماهير، تمام، الجماهير هي العملاء، حلو. وعندك دلوقتي الفريق المنافس، هم المنافسين، حلو. طيب خلاص انت عرفت كده ايه المعطيات اللي معانا. معانا دلوقتي ايه الملعب، ومعانا السوق، ومعانا الجماهير، ومعانا ايه الفريق المنافس. طيب دلوقتي احنا الملعب هو السوق والجماهير وما الى ذلك، زي ما احنا قلنا. احنا دلوقتي انت ايه الكوتش، تمام، اللي هو المدرب، والله انت ايه المسوق، تمام، وفريقك، تمام، هو شركتك. فريقك هو ايه؟ شركتك. طب لما فريقك هو شركتك، خلاص كده احنا ايه معانا المعطيات ايه اللي هنلعب عليها. طب تعالى كده بقى نركز في جزء تاني. والله انت دلوقتي داخل الماتش ده، الماتش ده انت مصمم ان انت تكسبه او ما تطلعش منه خسران. طيب فلازم هتعمل ايه؟ اول حاجة هتبص على الفريق بتاعك، الفريق بتاعك اللي هو ايه؟ التيم بتاعك، المسوقين، والمنتجات، والميزانية اللي بيوفرها النادي، الميزانية، تمام، عشان تجيب لعيبة عشان تقدر تلعب. خلاص انت دلوقتي خلاص ده ايه التيم بتاعك، ده ايه التيم بتاعك، ده التيم بتاعك. طب التيم بتاعك ده بقى خلاص انت بنيته وفهمته وعارف كل التفاصيل بتاعة التيم بتاعك كده، دي ايه المعطيات اللي معايا. خلاص احنا هنا فهمنا الكلام ده. طب عايز تفهم ايه تاني؟ والله عايز اعرف المفروض ايه الفريق المنافس، تمام. خلاص الفريق المنافس ده اللي هو ايه؟ المنافسين. خلاص المنافسين لازم تدرسهم، تمام، ايه هتدرس دول، هتدرس ايه الناس دي. خلاص يبقى انت دلوقتي خلاص داخل الماتش اللي هو داخل السوق، والمفروض ان انت هتدرس الفريق بتاعك اللي هو التيم والمنتجات والميزانيه،
المفروض ان انت هتدرس الفريق المنافس. الفريق المنافس بقى هتدرس ايه؟ منتجاتهم، تمام، طريقة لعبهم في السوق، تمام، هتفهم المفروض طريقة اللعيب الفروت فيهم، اللي هو ايه بقى يعني ايه اللعيب الفروت فيهم؟ يعني دلوقتي احنا بنتكلم عندهم منتج، المنتج ده هو افضل منتج بينافسوا بيه، والمنتج اللي بيصرف على الشركة. دايما كده كل شركة هتلاقي عندها منتج بيصرف على الشركة، هو ده المنتج البياع، المنتج اللي بيشتغل من غير اي حاجة، بيجيب انكم للشركة ان هي تبتدي تطلع لقدام. زي مثلا كده انت عندك لعيب هو ده اللي بيكسب الفرقة، عندك ميسي في الفريق، شيل ميسي من الفريق انت عندك مشكلة، تمام. هو ده نفس الفكرة، ايه المنتج او المنتج الكويس والبياع. حلو، خلاص احنا بقى عرفنا الكلام ده، احنا درسنا دلوقتي المنافسين، تمام، وفهمنا الطرق اللي بيلعبوا فيها في السوق والشانل اللي بينزلوا عليها والتفاصيل بتاعتهم بشكل كبير، وعرفنا كل التفاصيل ده. كل الكلام ده احنا عرفناه، خلاص احنا عرفنا الكلام ده، درسنا السوق وفهمناه، ودرسنا المنافسين وعرفناهم والكلام ده كله. نيجي بقى للنقطة ايه اللي احنا ايه بنتكلم فيها، النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي ايه بقى، تمام، اللي هي ايه، ليه انا بتكلم في منتج، بتكلم في منتج كده، نعدل علشان الدنيا بالنسبة لك تبقى واضحة، تمام. انا بتكلم في منتج المفروض ان هو هلعب بيه في السوق، تمام اهو، تمام. انا المفروض ايه، هدرس الفريق بتاعهم اللي هو المنتجات بتاعتهم والميزانيه ومش عارف ما الى ذلك، الفريق بتاعك والفريق المنافس منتجاتهم والكلام ده كله. طب دلوقتي احنا بقى المفروض بنلعب على جزء تاني، بنلعب على جزء تاني اللي هو ايه بقى، الجزء التاني اللي هو انا بلعب على ان انا ابني استراتيجيه لعب، تمام، استراتيجيه. طب استراتيجية اللعب دي المفروض عبارة عن ايه؟ او المفروض بقى ان انا هعمل ايه؟ انا هنزل العب بالفريق ده ازاي؟ هلعب بالفريق ده ازاي؟ والله انا هلعب ادافع عشان ما يخشش فيها جوان، هنزل المفروض على ان هم عندهم هجوم كبير، والله انا هنزل المفروض ان انا ههجم على طول، هنزل في السوق افرش الملعب كله واضغط في الملعب كله وابقى موجود في كل حته وانتشر في الملعب، تمام؟ والله المفروض ان انا هنزل هدافع بشكل كبير جدا جدا، وعندي منتج واحد هو ده اللي هلف بيه في السوق كله، والمفروض ان انا او عندي بروجكت واحد هو ده اللي انا هلعب بيه في السوق، تمام. والله المفروض عندي لعيب هو ده اللي هلعب بيه وهجري بيه في كل حته، وعندي بقيه الفريق كله بيدافع. هي دي نفس الفكره بالظبط، انت خلاص عملت اناليسيس، فهمت الدنيا وما الى ذلك. الاستراتيجي بقى، خلاص فهمنا الاناليسيس، الاستراتيجي بقى، الاستراتيجي دي هتعمل هنا ايه؟ والله انا المفروض هنزل اعمل ايه؟ الطريقه اللي هسوق بيها، الاستراتيجيه واللي انا هلعب بيها في السوق، والمفروض ان انا والله عندي ديفلوبمنت كام لعيب، عندي المفروض الطرق بتاعتهم وامكانياتهم كذا، المفروض انا معايا ميزانيه كذا هوزعها في بلاتفورم هنا، والله انا عندي على فيسبوك مثلا هصرف مثلا 10,000، تمام، لان ده حاجه مهمه جدا، تمام، وجناح بالنسبه لي مهم جدا، والله عندي على ما ينفعش العب من غير مهاجم اللي هو الويب سايت، والله انا عندي ايه الويب سايت ده حاجه مهمه وما الى ذلك. هي دي نفس الفكره، الكوتش بيجي يقعد يحط الخطه، انت هتلعب يمين وانت هتلعب شمال، هنمشي ومعاك بقى السوق هو الملعب، انزل اثبت نفسك وبيع نفسك للجمهور، خلي الجمهور كله يسقف لك. هي دي الفكره، ان انت تنزل في السوق اللي هو الملعب، تخلي الناس كلها تشجعك انت اللي هو الجمهور وتشتري منك، والناس كلها تعجب بيك، وان انت تفرش السوق بشكل كامل وتطلع كسبان في الماتش ده. هي نفس الفكره بتاعت الاستراتيجي، او هي دي طريقه الاستراتيجي، او هي ده مفهوم الاستراتيجي. انت دلوقتي عندك الاستراتيجي انك تعمل كده، انك ترسم الطريقه اللي تلعب بيها في السوق
علشان توصل للاوبجكتيف بتاعتك او الجول اللي انت هتسجله.